السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الجزء الثاني من درس أو ورشة الجيليه. طبعا في البداية عرفنا كيف طريقة عمل غرزة العنكبوت، وارجعوا للجزء الأول عشان تعرفي الأدوار. كررنا الأدوار من الدور الثاني إلى الدور التاسع، وكررنا إلى وصلنا إلى الطول المناسب. طبعا المستطيل طلع عندي طويل، تمام. كررت عشان تعرفي، مثلا زي أنا عندي هنا المعين، كررته هنا عندي في هذا بالخيط برلنتة، كررته 10 مرات، يعني كامل هذا المعين كررته 10 مرات. أما في خيط كان كوتون جولد كررته 11 مرة. 11 مرة. أنا بالنسبة لي هنا العرض كان كم عندي معين؟ 1 2 3 4 5، 5 معينات. أما في اللي في بداية الفيديو من الجزء الأول كان بكوتون جولد اللي هو اللون الأزرق، كان 8 معينات اللي هو هذا. طبعا بالكاميرا كذا ما حيبان، لكن أنا صورت لكم إياه كامل كيف طريق شكله. لكن ببرلنتا أنا سويت 5 معينات و10 معينات بالنسبة للطول. الطول عندي طلع 110، والعرض طلع عندي تقريبا 56، 56، ومستخدمة إبرة 4.5. طبعا أنا استخدمت الآن البكرة الثالثة، والبكرة الثالثة الآن باقي منها شوية حنسوي منها، وعندي بكرة رابعة. فيعني أنا دحين أنا أجي أقول لك إنه دحين يعني تقريبا أخذت مني بكرتين ونص من ناكو برلنتا. لكن بالنسبة ل كوتون جولد استخدمت 3 حبات كاملة، 300 جرام، بس لأنه هناك الأمتار أكثر، 330 لكل الخيط الواحد، 100 جرام 330 متر، فاستخدمت 3 كامل مع البليسيه والحشو. أما هنا في البرلنتا لا، مختلف الأمتار، هنا تختلف، هنا 225 متر، وهو 100 جرام بس 225، فلازم ننتبه لهذا الشيء. يعني أنا دحين بكرتين ونص، وطبعا الأطوال بالنسبة لكوتون جولد كان غير. في كوتون جولد كان الأطوال، أوريكي كان طول كوتون جولد، العرض كان 78، وبالنسبة لهنا طول المستطيل كان 104. بالنسبة لهذه اللي هو ناكو استخدمت تقريبا كان هنا كم؟ 56، والعرض كان 110. الآن حنبدأ ماذا في الجزء الثاني؟ حنعمل حشو. أنا وصلت آخر دور، هو الدور ماذا؟ للتاسع. الدور التاسع بيكون آخر دور توصلي له، هو الدور التاسع. الآن لاحظي معاي، حنعمل داير ما يدور المستطيل، داير ما يدور المستطيل، وغرز حشو. بس غرز الحشو لازم تكون مرتبة، تمام؟ يعني عارفين وين حنحط غرز الحشو. الآن أنا عندي هنا 3 أعمدة، أجي أرتفع سلسلة وأجي أعمل فوق هذا العمود حشو في نفس المكان، في تاني عمود حشو، في ثالث عمود حشو، خلاص. الآن هنا أنا عندي كم سلاسل؟ 7 سلاسل. السبع سلاسل حسوي فيها داخلها 5 حشو، 1 2 3 4 5. فوق ال5 حشو هذولا اللي هنا هعمل 5 حشو، يعني فوق كل حشو حشو، 1 2 3 4 5. جينا هنا للفراغ اللي هو 7 سلاسل، حنشتغل فيه 5 حشو، 1 2 3 4 5. نيجي هنا، كم عمود عندي؟ 3 4 أعمدة، فوق كل عمود حشو، 1 2 3 4. الآن نفس الشيء، أنا حكرر بنفس الطريقة. عند 7 الحشو حسوي 7 سلاسل، حعمل 5 حشو. هنا 5 حشو حشتغل 5 حشو. هنا 7 سلاسل حشتغل 5 حشو.
هنا أربع أعمدة حشتغل فوقهم خمسة أربعة حشو، وهكذا إلى أن أصل إلى الزاوية. عند الزاوية حوريك إيش حنشتغل. الآن وصلنا عند الزاوية في هذا الضلع اللي اشتغلناه، هنا حشو، ثلاثة حشو، طبعا حشو فوق هذا العمود، حشو فوق هذا العمود. الآن في آخر عمود اللي هو الزاوية عشان إحنا ننتقل للضلع الثاني من المستطيل، تمام. الآن هنا في راس هذه السلسلة، مش هنا عندي ثلاث سلاسل، في راس هاي السلسلة هعمل ثلاثة حشو لأني زاوية حنتقل. هاي واحد في نفس المكان، الحشو الثانية في نفس المكان، الحشو الثالثة، تمام. الآن هنا ايش هذا؟ عمود صح؟ حعمل هنا حشو، اثنين حشو، يعني عند العمود اثنين حشو. هنا عمود، هذا عمود انت شايفته صح؟ حنعمل اثنين حشو. هنا ماذا؟ هذا عمود بلفتين اللي هي تقريبا اربع اعمدة صح؟ حنعمل في العمود بلفتين حنعمل ثلاثة حشو، واحد اثنين ثلاثة. نلاحظ هنا ادوار حشو، هنا حشو حشو حشو، ثلاثة حشو، هذا دور حشو، هذا دور حشو، هذا دور حشو. حنيجي ندخل هنا حنعمل حشو، الثانية ونعمل حشو، والثالثة ونعمل حشو. هاي الثلاثة الأدوار خلصناهم حشو. لاحظي احنا مشينا الزاوية ثلاثة حشو، بعدين عمود اثنين حشو، هنا عمود اثنين حشو، هنا عمود بلفتين ثلاثة حشو. هاي الثلاثة الأدوار اللي هي حشو حشو حشو، حنشتغل حشو 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 خلاص. الآن هذا دور ايش؟ دور عمود بلفتين. كيف نعرفه؟ شوفي من عدد السلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هاي أربع سلاسل، إذا هذا عمود بلفتين، إذا أنا عملت ثلاثة حشو، واحد اثنين ثلاثة، يعني أوقف وأشوف هذا إيش؟ عمود، أعمل اثنين حشو، بعدها هذا عمود اثنين حشو، نيجي هنا عمود أيضا اثنين حشو. هنا ماذا؟ عمود بلفتين، واحد اثنين ثلاثة أربعة، إذا ثلاثة حشو، واحد اثنين ثلاثة، بعدها هاي ثلاثة أدوار حشو، لاحظي واحد اثنين ثلاثة، إذا أنا أعمل هنا حشو في النص حشو والثالث حشو، تمام. أكمل بهاي الطريقة كله، خلاص عارفة أنا إيش أسوي، عارفة وين الحشو أعمل اثنين حشو، وين أعمل ثلاثة حشو، عند عمود بلفتين ثلاثة حشو، عند عمود بلفة واحدة اثنين حشو، عند أدوار الحشو هعمل في كل دور حشو حشو، وهكذا أكمل لآخر نهاية الدور. لما أجي عند نهاية الدور هنا، لاحظي هنا حتيجي تعملي اثنين حشو لأنه هذا عمود بلفة، وبعدها في السلسلة الثالثة حتعملي ثلاثة حشو، ليش؟ لأنه زاوية، وحتكملي نفس الطريقة اللي بدأنا به. إيش حنعمل؟ السبع سلاسل نعمل كم فيها؟ خمسة حشو، هنا حنعمل خمسة حشو، وهكذا تكملي إلى نهاية الدور. حتسوي نفس الشيء، زاوية ثلاثة حشو، إلين ما نوصل إلى بداية العمل. بداية العمل حنعمل، كنا عاملين حشو واحدة، لاحظي اهي بدأنا بحشو واحدة، حنكمل باثنين حشو. انا حوصل لنهاية الدور وحوريكي كيف حنعمل اثنين حشو في النهاية، حنقفلهم بغرزة منزلقة. وصلنا هنا لآخر الضلع، هذا عمود بلفتين، حنعمل ثلاثة حشو، بعدها هنا هذا الدور عمود بلفة واحدة حنعمل اثنين حشو، هذا الدور في عمود بلفة اثنين حشو. دحين هنا احنا ارتفعنا، هذه حشو حنعمل لانه في الزاوية، حنعمل ثلاثة حشو صح؟ هنا حشو قد جاهز احنا عملناه من قبل، حنعمل اثنين حشو، تمام. واقفل بغرزة منزلقة.
الآن إيش حنعمل؟ طبعاً حتفردي القطعة كامل، تمام؟ مستطيل، أنا حوريكي بالرسمة. حتفردي القطعة كامل، المستطيل هذا كامل حتفردي، تمام؟ إيش حتسوي؟ حتاخدي هذا الطرف وحتجيبيه للنص، وهذا الطرف بالنظر، بالنظر، لا بقياس ولا شيء، بالنظر. أنتي حتمسكي هذا الطرف مع هذا الطرف حتجيبيه بهذا الشكل هنا، وهذا الطرف مع هذا الطرف حتجيبيه بهذا الشكل، فحيكون بهاي الطريقة، حيكون بهذه الطريقة. هذا هنا كان الطرف أهو، سحبته طويته إلى هنا، وهذا طويته إلى هنا بحيث يلتقوا مع بعض. ونفس الشيء بالنسبة للجهة الثانية، لو نيجي مثلا، لو أنه مثلا ما عرفتي، حنيجي ما حيبان بالكاميرا إلا إذا أنا رفعت الكاميرا، لكن حنشوف كده، لاحظي كده، هذا الطرف حتجيبيه هنا، وهذا الطرف حتجيبي كذا. طبعا انت حتكون اكبر، بس انا دحين بس اوريكي انه هنا حنيش حنعمل، حنقفل هذه الجهة بالابرة والخيط، وهذه الجهة حنخليها كم. طبعا احنا بالمستطيل كامل، انا بس عملت جزء، فانت بالمستطيل كامل حتعملي ايش تسوي؟ عندك هذه الجزء اقفلي منه بالابرة والخيط، ابرة التنظيف، نفس الخيط وابرة التنظيف حتعملي، تخلي بس هذا الجزء اللي هو مقاس الكم، مقاس عندك المرفق من هنا، شوفي المقاس كم يكفيكي، بس خلي هذا، والباقي كله ايش تخيطيه بالابرة والخيط، الابرة نفس يعني الخيط اللي مستخدمته وابرة التنظيف، تمام؟ انا حسوي هذه الخطوة وبعدها حوريكي ايش عمل البليسي بهاي الطريقة، كيف حنعمل البليسي بهذه الطريقة، حنتعلم طريقة جديدة وسهلة وحلوة وبسيطة. شوفي أنا كيف طويته، والآن الثاني بهاي الطريقة. الآن شوفي معايا، طبعا أنا مخلي هذا الخيط علشان أبدأ أعمل، أقص جزء من الخيط تمام، وحطه بإبرة التنظيف، هذه إبرة التنظيف، حطه بإبرة التنظيف، طبعا أنواع إبرة التنظيف عندي هذه شوية صغيرة وهذه أكبر كمان، على حسب انتي ما تحبي، تشوفي ايش المناسب ليكي. طبعا هو الحاجة حدخل هنا، حقفل هذه الجزء اللي كنت انا معه، تمام؟ شوفي معايا، بس اقرب الكاميرا، الآن شوفي كيف حسوي. حاجة عندي هنا طرف الإبرة، طرف السلسلة مع طرف السلسلة، لاحظي معي بهذه الطريقة، شوفي إن شاء الله يكون واضح. عندي هنا مش ثلاثة سلاسل، أنا بالسلسلة اللي بالنص هنا، أنا دحين أدخل السلسلة اللي بالنص، تمام؟ وهنا الحشو اللي بالنص، هاي واحد اثنين ثلاثة، أنا اللي بالنص هاخد هذه بهاي الطريقة. حاجة أدخل هذه الجزء هذا مع الجزء هذا، لاحظي رايحة جاية، الحين هذا الجزء مع هذا الجزء، تبغي بأي طريقة، شوفي الطريقة اللي انت بتريحك، اهم شيء السلسلة مع السلسلة المقابلة، هذه شوفي هذه مع هذه، تمام؟ دحين هذه مع هذه، طبعا اقفل الين ما انا اشوف اللي انا محتاجته،
اقعد اقفل بهاي الطريقة الى اشوف المقاس اللي انا ابغاه. شوف المقاس اللي انت تبغيه وقفي خلاص، ابدأي الجهة الثانية وقفلي، وبعدها حنسوي غرزة البليسين. اهم شيء انك انت فهمتي الطريقة بالنسبة للابرة والخيط اللي حنسويه اللي هنا التقفين. الان حنشتغل البليسين بالنسبة للكمين، تمام؟ وطبعا داير ميدو انا حوريكي بس اللي هو عالكم وكيف التقفيلة، تمام؟ البداية والنهاية كيف حنسوي وخلاص، والباقي انتي حتسويه اللي هو عالكم التاني زائد داير ما يدور عند الرقبة اللي فاهمينه من هنا. لاحظي لما انا قفلت هنا، مش انا قفلت هنا هذه الجهة، حنسوي هنا البليسيه وبالنسبة لهنا داير ما يدور كامل لما الرقبة عند الرقبة داير ما يدور هنا كامل إلين ما توصلي للجهة الثانية بالنسبة لهاي الجهة، كامل داير ما يدور كامل اهو البليسيه كامل هنا داير ما يدور، وداير ما يدور وين؟ عند الأكمام. فحنشوف حنبدأ مع بعض، حنبدأ بسم الله. طبعا انت اختاري، في البعض بيختار غرزة حشو داير ما يدور، انت اختاري اللي على كيفك اللي انت بترتاحي له. تبغي غرزة بليسيه بطريقة تانية انت اختاري. حندخل بأي مكان، بأي مكان حبدأ ادخل الابرة واعمل غرزة حشو، تمام؟ هنا دحين بس لسه هاي الاغلاق، حنعمل غرز حشو. كيف هي؟ اول شيء حنبدأ سلاسل، 1 2 3 4 5 6، تمام؟ 6 هذا يعني السادسة هذه نعتبرها سلسلة ارتفاع. المهم 5 سلاسل زائدا سلسلة ارتفاع. حندخل في الثانية حنعمل حشو، 1 2 3 4 5، تمام؟ حنروح عند الغرزة الثانية هذه اللي بجنبها، احنا هنا كنا نشتغل صح؟ حنروح عند الثانية وحعمل غرزة منزلقة، حدخل ايه؟ غرزة منزلقة واشد الخيط. اروح عند الثانية غرزة منزلقة، اذا انا اشتغلت غرزتين، غرزة في الثانية والثالثة. حاجي ايش اسوي؟ حرتفع سلسلة وألف الشغل. لاحظي هنا آجي في الحلقة الخلفية، أنا عندي للإبرة حلقة، للسلسلة حلقة أمامية وحلقة خلفية. أنا أروح عند الحلقة الخلفية وأدخل الإبرة وأعمل غرزة حشو، 1 2 3 4. في آخر غرزة الخامسة أدخل كامل، ما أدخل في الخلفية وأدخلها كامل في الحلقتين الأولى والثانية. لاحظي هاي، تمام؟ الآن أنا كنت داخلة الحين خارجة، الآن إيش أسوي؟ أرتفع السلسلة، أقلب الشغل، أقلب هذا بس الشغل اللي هو المستطيل. أروح أول وحدة هعملها في تحت الحلقتين، اول واحدة تحت الحلقتين اعمل حشو، في الثانية هعمل وين؟ في الحلقة الخلفية، هذه الحلقة الخلفية ادخل واعمل غرزة حشو، الثالثة غرزة حشو في الحلقة الخلفية، الرابعة والخامسة. هذه ما تنسي الخامسة، لازم يكونوا كل مرة خمسة، يعني لازم كل شوية تعدي، لانه بعض الاحيان مع سرعة الشغل ايش حتسوي؟ حتعدي غرزة. هذه الخامسة خلاص، الآن هاي خمسة، إيش أسوي؟ شوفي معي، الآن جينا عند الأسويرة، أسويرة الكم هاي أهو، لما اشتغلت أهو. الآن جينا عند الأسويرة، عند الأسويرة نيجي نشوف هذه اللي إحنا كنا نشتغل فيها صح؟ هذه أهي طالع منها. إحنا حنروح عند الثانية،
حنعمل غرزة حشو، واللي بعدها اهي، واللي بعدها نعمل غرزة حشو. خلاص الآن ارتفع السلسلة، ألف الشغل، ألف الشغل هذا بس هذا. أجي أول غرزة اللي هي حتكون هذه الخامسة، حاجي الخلفية، واحد اثنين ثلاثة أربعة، دحين الخامسة حتكون هي أول واحدة أدخل تحتها كامل تحت الحلقتين. أرجو أنه يكون واضح وسهل. الآن السلسلة، ألف الشغل هذا أهو، أول واحدة حدخل من تحتها الاثنين، ثاني واحدة في الخلفية، الثالثة في الخلفية، الرابعة في الحلقة الخلفية، الخامسة في الحلقة الخلفية أهي. تمام. الآن وين تيجي؟ شوفي هذه اللي خرجتي منها صح؟ هذه أهي، حاجي أدخل هنا وأعمل غرزة منزلقة، وأعمل هنا غرزة منزلقة، هذه الأولى غرزة منزلقة والثانية وغرزة منزلقة، أرتفع السلسلة وألف الشغل هذا. أول وحدة هنا اللي في الطرف حتكون في الخلفية لأنها بجنب الأسويرة، بس اللي في الطرف اللي هنا اللي حنعمله تحت الحلقتين هنا في الخلفية، هاي الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، وين حتكون؟ تحت الاثنين الحلقتين، وهكذا حنقعد نشتغل بهاي الطريقة إلى نوصل لآخر شيء. طبعا داير ما يدور ماذا؟ الأسويرة. طبعا أنا حوصل للأخير وحوريكي كيف حنشتغل بالأخير، كيف حنقفل. طبعا اشتغلت بالأدوار في البنيسي داير ما يدور الكم، تمام، وصلت هنا لآخر دور وخلاص، باقي ولا حاجة خلاص. يعني أسوي في أول غرزة، أسوي غرزة منزلقة، أول غرزة اللي بدأت فيها أحط غرزة منزلقة، أسوي طبعا ها بعدين الخيط حيتربط، أسوي غرزة منزلقة. تمام، إيش أسوي دحين؟ شوفي معاي، أنا دحين كل هذا كنت على الأمام، أجي هذه الأمام على الأمام، أهم هذول على بعض، تمام، وأعمل غرز منزلقة فيها. لاحظيها، لاحظي شوفي كيف سويت، أنا كنت هنا خلاص خلصت، حطيت دي على دي، وأجي أسكر هذه إما بالإبرة والخيط يعني إبرة التنظيف، أو بال هاي أرتفع السلسلة بس، تمام، أدخل في الخلف مع الخلف، هاي أعمل غرزة منزلقة، أدخل هذه الإبرة في هذه في الحلقة هذه، وأطلع من الحلقتين وأطلع بغرزة منزلقة، أدخل في هاي الحلقة والحلقة اللي بعدها وأعمل غرزة منزلقة، هاي ثلاثة، هاي الرابعة، إما بالإبرة والخيط أو بالإبرة الكروشيه، وهذه الخامسة، خلاص أطلع بغرزة منزلقة، أرتفع السلسلة وأقص الخيط، وبعدها أنظف. هاي بالنسبة الحين الكم أهو بهاي الطريقة، شوفي طبعا خلاص انتي الحين ثبتيها هنا بالإبرة والخيط، ثبتيها زيادة علشان تكون مرتبة، بس ثبتيها هنا بالإبرة والخيط بهاي الشكل. خلصنا الكم الأول، طبعا انتي حتسوي الكم الثاني وحتشتغلي داير ما يدور ال هنا ايش الجيليه، داير ما يدور الجيليه، وحيكون عندك جيليه جميل ورائع وحلو على اللبس. وطبعا حوريك اياه بفيديو الان اللي هو الازرق ان شاء الله، حوريك اياه كيف طريقته ان شاء الله. جزاكم الله خير على حسن استماعكم للورشه، اللي تخلص الورشه تكتب تطبيقي لورشه الجيليه مع جولانان الكروشيه، ونلتقي بورش اخرى جميله ان شاء الله، وجزاكم الله خير.
انا دحين هذا الجيلي اللي هو اللي باللون الازرق اللي هو كوتون جولد، استخدمت 3 بكرات وكان المقاس اكس لارج، جميل وحلو وعلى اللبس بصراحة حلو. طبعا انا حطيته على عباية، لكن طبعا هو بتلبس على بلوزة وتنورة، فطريقته جميلة جدا ورائعة. حوريك اياه الان من الخلف، شوفي كيف مكان الاكمام، وهنا داير ما يدور طبعا البليسيه. الحين راح نشوفه على الخلف، هذا الجيليه على الخلف، على الظهر شوفي كيف الغرزة رائعة رائعة جدا وصيفية ومفرقة جدا رائعة. استمتعوا بعمل هذا الجيليه لك أو لبنتك أو لأختك أو لأمك. تقدري أيضا تعملي بهذه الغرزة بدل الجيليه تعملي شال مستطيل، تعملي مفرش، تعملي بأي طريقة أنت تحبيها. أهم شيء تتعلمي حاجة جديدة وتطبقيها. وألقاكم في ورش أخرى.